حيد حيد يا مشنوق، شعار هتف به المطالبون من الهيئات المدنية لحرية الاختيار خلال مسيرتهم من شارع بليس في الحمرة وصولاً إلى الصنائع وتحديداً أمام وزارة الداخلية. وطالب المتظاهرون الوزير نهاد المشنوق بضرورة تسجيل الزواج المدني بحسب القانون اللبناني الذي يسمح بذلك. بيطلع له حتى كمان عنده على فيسبوك عم بيقول برأيه انه نحن سهل نروح قبرص، انا عندي بلد ومأمنة انا بمدنيتي وبقانونية انه انا اخذ حقي واتزوج مدني بلبنان، ما بدي سافر على قبرص. شو الخطوة اللي بدكم تعملوها زيادة؟ نحن في مسارين، في المسار القانوني القضائي هذا ماشيين فيه، وفي نحن عندنا هذا الشهر يعني بلشنا، هيدي كانت خطوة من تحركات شعبية بدها تصير، لقاءات وندوات وتحركات شعبية أخرى ضاغطة بهذا الاتجاه. نحن ما حدا حيضحك علينا تحت حجة انه انا مع القانون المدني للاحوال الشخصيه، بدنا مجلس نواب يبقى يوما ما يجتمع ويقر. نحن هلا بحق لنا نتجوز بموجب القانون اللبناني القائم حاليا، ما حدا يبيعنا حكي انه انتم معنا بس مش هلا مش وقتها، اجلوا لنا اياها لبعدين. شخصيا ضد، بس انا مع انه حريه بلبنان، حريه الراي، بحق لك يعني كل شخص له حريه بالتعبير يتزوج مدني او ديني او، بس كشخصيا لا ضد. ما يربطوا العالم الزواج المدني بالكفر بالاديان، في كتير دول مسيحية ومسلمة عندهم الزواج المدني إجباري، نحن عنا الزواج المدني اختياري. كيف بكون تقنعوا لوزير الداخلية؟ مش قصة إقناع، قصة حق، هيدا إصرار المواطنين اليوم مصرين على حقهم، ومجبور المشنوق والحكومة كلها ترد على وتستجيب لحقوق المواطنين. يا نواد ويا مشنوق، يا نواد ويا مشنوق، بدك دارس بالقانون، بدك دارس بالقانون. صحيح أن المتظاهرين أقفلوا طريق الصنائع أمام المواطنين نصف ساعة تقريبا، إلا أنهم في المقابل أكدوا أن عدم توقيع وزير الداخلية على قانون تسجيل الزواج المدني يقفل الطريق أمام حرية شخصية لأفراد يكفل حريتهم الدستور اللبناني إلى الأبد.